السلام عليكم، مرحبا بكم على اليوم على قناتكم اجونس اون لين مرسيل. جنكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد كيف ما العاده، ولكن هذا الفيديو هذا صراحه مهم بزاف للناس اللي كيسولوا على فضاء السعاده في مدينه ماتيل. واليوم غادي نجاوبوا على السؤال ديال بزاف ديال الناس اللي كيسولنا في لي كومونتير وكيسيفطوا لنا في الواتساب، علاش فضاء السعاده كاين فيها اتمنه مختلفه. باش تعرفوا الاجابه على هذا السؤال نتلاقاو من بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. كما كتعرفوا فبزاف ديال العروض كنا لونسينا ديال فضاء السعاده ابتداء من 20 مليون ونص، وكانوا عروض اخرى ديال 22 ديال 23 مليون، وكانوا حتى ديال 25 مليون ونص. صراحه هذه الاثمنه هذه بالنسبه للناس كاين اللي كان كيعيط لينا وكيفهم علاش كاينين هذا الاختلاف ديال الاثمنه، وكاين بعض الناس اللي ما كانوش كيعيطوا لنا ومن خلال لي كومونتير كانوا كيسولوا، وصراحه جاوبنا الاغلبيه ديالهم. وبغينا نديروا هذا الفيديو باش تعم الفائده على الناس اخرين اللي ما وصلهمش الجواب ديالنا. كما كتعرفوا ففضاء السعاده الثمن الاصلي ديال الشقه هو في الغالب كيكون 25 مليون، ولكن في بعض الاحيان اذا كانت شي برومو مثلا بحال في رمضان ولا هذاك يقدروا يديروا الاثمنه ينقصوهم، وكانوا كيوصلوا 24 مليون بالنسبه لفضاء السعاده. اما بالنسبه للشقق اللي كنا حنا كنعرضوهم فهذوك شقق ديال الناس اللي خداو لابارتمون ديالهم وكيكون وقع لهم اشكال في الخلاص، ولا ما قدروش كما كتعرفوا مع هذا الشيء ديال كورونا ما قدروش انهم يكملوا الخلاص ديالها، داك الشيء علاش كتلقى الاثمنه متفاوته. اما بالنسبه للاثمنه اللي كانوا ناقصه بزاف واللي صراحه كانوا دي برومو اللي واعرين واللي الناس دغيا خداوهم ديال 20 مليون ونص، فهاد الاثمنه هادو كانوا ديال الناس اللي ديجا كانوا عندهم اراضي في ديك المنطقه اللي تبنات عليها فضاء السعاده، وكيكونوا داروا بحال نقولوا حنايا اتفاقيه او لا شي حاجه بحال هكا مع الشركه، وكيكونوا عطاوهم دي زابارتومون وهما كيتكلفوا بالبيع ديالهم. يعني العروض كامله اللي حنايا لونسينا فهي عروض ديال الناس ماشي ديال فضاء السعاده، عليها كتلقى الاثمنه مختلفه. فعلى حساب لابارتمون اذا كانت هي طبعا في الواجهه اولا كانت في بلاصه مزيانه راه لي صاحب الشقه عنده الحق يطلب الثمن اللي بغى. وعاوتاني كاين الناس اللي كتلقاهم عندهم اشكال في الفلوس ولا لابارتمون ما قدرش هو يكملها، فضروري غادي ينقص الثمن باش انه يدوزها لواحد اخر. ثاني حاجة هو أن هاد العروض هذا اللي كنا لونسينا واللي نذكر بلي أنهم كاملين نتباعوا حاليا، مازال ما عندناش شي عروض جديدة اللي نقدروا أننا نلونسيوها لكم. يمكن لكم الناس اللي بغاو فضاء السعادة يتواصلوا مع فضاء السعادة وإن شاء الله تلقاو عندهم عروض بأثمنة كما قلت لكم تتراوح ما بين 24-25 على حساب واش هما عندهم شي برومو حاليا أو لا. كما قلت بالنسبة لهاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الأثمنة هادو فهما كيتعاملوا ب المصطلح ديال التنازل. اذا كنتو سمعتوا بهذا المصطلح شنو المعنى ديالو؟ هو انه كيتنازل على الشقه ديالو. فانت بالنسبه ليك راه ما كاينش يعني مشاكل او لا شي حاجه، جوست اصلا هذا العمليه ديال التنازل كتتم في البيرو ديال فضاء السعاده. يعني اصلا كيكون البيرو ديال فضاء السعاده هو مازال المالك ديال هذه الشقه هذه، ومادام ان الشخص ما كملش الفلوس ديالها فهي مازال بسميه ديال فضاء السعاده. والشخص ملي كيجي يقوم بعمليه ديال التنازل فهو كي ضروري خصو يجي للبيرو ديال فضاء السعاده، وهما اللي كيشرحوا ليكم وكيعطيوكم الوثائق باش انكم تمشيو ايغاليزيهم. يعني بالنسبه للناس اللي يمكن كيجيهم تخوف مع القضيه ديال التنازل فصراحه ما فيها لا تخوف لا حتى شي حاجه، فالعمليه كامله كتتم في البيرو ديال فضاء السعاده. وطبعا البيرو ديال فضاء السعاده هو اللي كيتحمل المسؤوليه. حاجه واحده اللي نوصيكم هو انك ملي تبغي تاخذ شي شقه ديال التنازل فقبل ما تمشي ل البلديه باش انك تقاليزي الوراق حاول انك تعاود تاخذ عاوتاني البوند فيزيت، حتى دابا مثلا انا نشرح لكم العمليه كيفاش كتتم. دابا كيكون السيد وراك لابارتمون شفتيها عجباتك كتمشي عند البيرو ديال فضاء السعاده وتما كدوز العمليه ديال التنازل. ولكن في بعض الاحيان كيكون السيد وراك الشقه اللي ماشي ديالو،
طبعا حنا كنهضروا اون جينيرال يعني ما كنحدوش بعض الاشخاص، ولكن حاولوا يعني حنا كنحاولوا نعطيو المعلومات للسيد اللي كيبيع ونعطيو المعلومات للسيد الشاري باش حتى هو ياخذ بعين الاعتبار هذه المسائل. فماشي مشكل يوريك اي واحد ابارتمون تمشي تشوفها، ولكن ملي تدوز عند فضاء السعاده حيت هما كيكونوا مسؤولين على اي حاجه هما عطوها لك، ملي تدوز عند فضاء السعاده فحاول طلب منهم عاوتاني يعطيوك البوند فيزيت ديال لابارتمون ديال ديك السيد اللي هو اللي غادي يدير لك التنازل لهذا لابارتمون هادي، باش كتزيد تاكد بان لابارتمون اللي وراك السيد هي لابارتمون اللي غادي تاخذ. وهاد القضيه هادي نتمنى انكم ديروها في بالكم، الناس اللي مازال كيفكروا انهم ياخذوا فضاء السعاده باش ما تطيحوش مشاكل من بعد تكونوا شفتوا ابارتمون ونورمالمون ما شريتوا ابارتمون واحد اخر. فدائما حاولوا انكم تزيدوا تثبتوا على هاد القضيه هادي وتسولوا السيد اللي مكلف فضاء السعاده يعطيكم عاوتاني بوند فيزيت ومشيو تشوفوه. دونك راه ما غادي تخسر حتى شي حاجه، بالعكس راه انت غادي تكون مطمئن على داكشي اللي غادي تاخذ. وكنقولها ونعاودها بان هاد العمليه ديال التنازل فهي ما فيها حتى شي مشكل، يعني ماشي الناس كاين بعض من الناس كيتخوفوا منها، فهي العمليه اصلا بحال اللي غادي تاخذ مع عند فضاء السعاده حتى كما قلت كتكون لابارتمون مازال بسميه فضاء السعاده، ولكن السيد كيكون دافع فيها افونس فضروري هو اللي خصو يدير لك التنازل باش انت كتكمل طبعا مع هاد الشركه هذه. معلومه اخرى بالنسبه لهاد الشقق اللي كانوا عندنا ديال التنازل، فللاسف هما كيتخلصوا كاش، يعني ما كيتخلصوش حنقولوا بالكريدي، دونك ما يمكنش انك دير فيهم كريدي. بالنسبه للشقق طبعا اللي الثمن ديالهم كيكون ناقص بزاف، مثلا 20 مليون ونص بعد الخطرات 21 مليون، فهذوما اللي كيكونوا الثمن ديالهم ناقص فضروري خصك تخلص كاش اذا بغيتي تاخذهم. اما اذا انت كنت عاول دير الكريدي، كنت مثلا خدام او لا كنت مثلا استاذ ولا شي حاجه، فضروري انك خصك تشوف مع الشقق اللي مازال عند فضاء السعاده. وحاليا على ما اعتقد راه مازال عندهم شقق، ولكن من الاحسن تشوف يعني تاش ما كاينش اي شقه واحده، يمكن لك تشوف واحده جوج ثلاثه، واذا عجبك الفصاله او داكشي يمكن داك الساعه دوز وتاخذ لابارتمون ديالك. صراحه بالنسبه لينا فضاء السعاده كتعتبر من الشقق اللي هي مزيانه، ما غاديش نقول واعره، مزيانه طبعا اذا صلحتيها ودرتي لها المسائل اللي هي ضروريه بالنسبه للشقق ديال السكن الاقتصادي. معلومه اخرى يمكن نزيد لكم هو ان بالنسبه للسكن الاقتصادي انت ملي كتاخذ لابارتمون ديالك فعندك عامين ديال لا غارونتي في وسط لابارتمون، يعني اذا وقع لك شي فويت او لو وقع لك شي حاجه في وسط الدار فالشركه هي اللي كتكلف بها. وهذه المعلومه بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، فحاولوا ان الناس اللي كيسولوكم على فضاء السعاده في مرتين او لا كان هاد المعلومه هذه على حساب مرتين، ما عارفش صراحه واش هي كتعم على فضاء السعاده في جل مناطق المغرب. فبالنسبه لمرتين فالناس اللي خداو عندكم 2 ديال لا غارونتي بالنسبه لوسط الدار، ولكن هاد المعلومه هذه بالنسبه للناس طبعا اللي خداو لابارتمون، ماشي الناس اللي وجدت لهم لابارتمون هادي واحد عامين وما جاوش ياخدوها ويجيو حتى لدابا وعاد يحسبوا عامين. دونك طبعا راه ما غاديش، ما كنظنش انهم يقبلوا عليهم هاد القضيه، حيت لابارتمون ديالك كتكون وجدت مثلا في 2018، فانت اللي ما جيتيش وخديتيها سيتادير راه عامين ديال لا غارونتي راه غادي تكون تسالات لك. الوغ نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. وطبعا بالنسبه للاسئله ديالكم دائما يا اما على الواتساب يا اما في لي كومونتير، وان شاء الله عاوتاني نديرو فيديو اخر للاجابه على الاسئله ديالكم.